الثامن من مارس يوم لا تخلفه المرأة الموريتانية موعدا، ففيه ترى نفسها المتحررة والتواقة إلى العمل، صفة تنطبق على هذه السيدة التي تعرض ما صنعت يداها من حلي وأساور لتري الناظرة أن المرأة قادرة على أن تعيش بجهدها غير مكترثة برجل لا يأتي إلا ليرحل حسبها. والله لمشتقلوا أول النهار وعقبت وعند ما هون مرة قلت لك كيف قلت لك قبيل ما عنده الحمد لله 10 الشاشرة والله ذاك فيهم شيء معوق وفيهم شيء يتي باتوا ما خلقوا ما حيا وحاجين لأمهاتهم اللي يرصوا عليهم نرصوا عليهم إلا نحن بيدينا وشقلتنا الزينة اللي نعدلوا ونبنوا بيها بدولتنا. في المعرض النسوي المصاحب لعيد المرأة تعرض النساء ما استطعن صناعته من مجوهرات وملابس ومستحضرات تجميل، بل وتنحت المرأة العاملة نظيراتها كعرائس وإن مجازا، لكن الحقيقة هي غياب الدعم والمساندة لهن. ما نجبر دعم، ما نجبر تشجيع، ما نجبر أي شيء سوى شنو هذا طلع في هذا العرض شكلته ما وراه شيء سوى شنو. لا اسمع عند المرأة ما عندها دعم، ما عندها ما يكون العلايات نساء ما يكون لا يطالهم دعم لا يطالهم تمويل، حتى التجارة ما راح حد يسقلهم شيء سوى شنو. وراه الناس طالبين الدولة أن تساعدنا ووزارة الشؤون المرأة. تقول النسوة إنهن يعانين الكثير في سبيل البحث عن لقمة العيش. في مقدمة تلك المعاناة ضعف الشراء وقلة الدعم الحكومي للتعاونيات التي تمثل نقطة التقاء بين النسوة. ومع تلك المعوقات تأبى المرأة الكادحة إلا أن تترك بصمتها في الحياة اليومية دون أن تنتظر عيدها الدولي، فحياتها أعياد بكل عزم واجتهاد. محمد عمر بدول، السهل تيفي نواكشوط.